دكتور هو البوتوكس ممكن يرفع الحاجب ولا مش هيعمل نتيجة؟ اه طبعا، احنا لما بنعمل البوتوكس في السيدات طبعا بنحقنه في المكان اللي فيه العضلة اللي هي بتتحرك فبتعمل التجاعيد اللي بالعرض، وبنسيب الجزء الجانبي اللي هو برضو العضلة بتكون شغالة فيه علشان العضلة ترفع الحاجب وتبقى شغالة. فالبوتوكس طبعا بيساهم في رفع الحاجب، بس نكون فاهمين ان البوتوكس مدته 6 شهور، في بعض الحالات ممكن يقعد اقل. ايه الحالات اللي ممكن يقعد اقل؟ المدخنين البوتوكس مش بيطول معاهم زي الفيلر برضو، وممكن الناس اللي حقنت فيلر اكتر بوتوكس اكتر من مرة ممكن يتكون بالنسبة لهم اجسام مضادة تخلي نتيجة البوتوكس ما تقعدش كتير، ممكن تقعد 2 3 شهور. الحل ايه؟ مفيش حل غير ان احنا نحقن بوتوكس في الاوقات المتقاربة لو حصل ان هو راح قبل 6 شهور.